الاحمر بشكل رائع امام سلمى الفرج. لاعب يحاول بناء الهدف الصديقي، طارت عليه الكره اولها على نفسه وضاعت منه لتعود لسلمان جوميز. خطيره للهلال، جوميز يلعبها في المساحه خطيره، بدات سالم بكره. واحد من نجوم هذه الامسيه الكرويه، محاوله من جانب البريك هلاليه مره اخرى طويله باتجاه جوميز. ياسر في الانتظار الى جوميز في الاستقبال في التمرير، والكره لكاريو. عمار يلعب كره لمصلحه كريم العواضي، خطيره جدا يوسف هنا الجبلي، هي جول. الله، الجزائري ياخذ كوره مره ثانيه، يحولها مره اخرى، توصل مره ثانيه لمصلحه النادو تشافيز، خطيره جدا. فابيو الاسمراني، هو ممكن يعملها ولا لا؟ يمر، هي جول، هي جول، هي جول، هي جول، هي جول، هي جول. يتعامل مع المباراه بالشكل اللي يريده غاريدو، لكن هذه تمريرات لفضل القرني، بديل جيد هنا، مرور فهد الشمري، لكن كرة برافو أمين عطوشي، تتمرر بالخطأ، توصل يوسف الجبلي، يوسف يمر، يوسف يتقدم، يوسف يصوب كرة ملعوبة، يا جول. الطريق إلى الفوز، الطريق إلى الفرح،